الجزء الرابع من المحاضرة اللي هو عن الأول، كنا أخذنا في الجزء الأول introduction للأول، أخذنا اللي هو البيسكس، بعدين أخذنا اللي هم الأكسيومز، وبعدين سوري كلاس أكسيومز، هلا نأخذ بروبريتي أكسيومز الجزء الرابع. أوبجكت سب بروبريتي إكويفالنت بروبريتي ديسجوينت بروبريتي الانفرس الدومين والرينج، هذول محاضرة شرحناهم كثير، الفانكشنال والانفرس فانكشنال للبروبريتيز. طيب شو يعني سب بروبريتي؟ زي المثال اللي استعملناه قبل جوز قبل هيك، خذها هذا بأول موجود بار دي اس على فكره، ها في سب بروبريتي بالار دي اس. مزبوط. شو يعني سب بروبريتي؟ اول شيء باللغه اللي هي العلاقه مش بين هون وهون، دايركت بين العلاقه بين توع بين علاقتين، بنقول هاي العلاقه سب سب سيت، بالاوري بنسميها سب سيت، هو بنسميها سب بروبريتي من هاي العلاقه. يعني لما اقول في عندي علاقه اسمها اوبجكت بروبريتي، شو اسمها؟ برز. شو الدومين تبعها والرينج؟ بيرسون بوك. بكيف بقراها؟ بيرسون برز بوك، صح؟ هلا في عندي علاقة ثانية، يعني هاي مثلا هون بيرسون برز بوك، في علاقة ثانية برضو بيرسون تشيكس اوت بوك. شو يعني تشيكس اوت؟ يعني اللي بيرجع. مزبوط. او شو يعني تشيكس اوت؟ طلع طلع برز يستعيد. اني فبنقول انه البرز سوري البرز سب، يعني يو كان تشيك اوت مش ابوك، يو كان تشيك اوت سمثينج ايلس. فاحنا بنقول البرز هي سب بروبريتي من تشيكس اوت. شو يعني؟ يعني هلا انا بدي اجي اقول انه في عندي علاقه، في عندي محمود برز اورينتاليزم، حمدان برز بوك اسمه جافا بلس بلس، في شيء جافا بلس بلس. وهذول هذول مش العلاقات، هذول البريدكتس، هذول بالار دي اف بقولهم، صح؟ هلا بعدين حطيت هذول العلاقات البروز. هلا بعدين انا جيت في عندي شيء بقول انه كل واحد برز something he or she checks out that thing also. سوري بالعكس بالعكس. كل واحد الا اذا انت لا لا هذيك اللي قلتي انت او ار ام، وهلا بفسر بعدين الفرق بين بالسب بروبرتي بالاو ار ام وبالاول العلاقه ما نحكي عنها. هلا كل واحد عمل تشيك اوت، يعني مثلا بنقول امام عمل تشيك اوت لكتاب اسمه جافا شارب، ها هاي برضو معناها او بقدر اقول اوكي عندي هاي العلاقه، امام عملت تشيك اوت لكتاب اكس، واحمد عمل برو لكتاب اسمه واي. ليه؟ اتفقنا؟ واحد عمل تشيك اوت وواحد عمل برو. هلا لما انا اجي استعمل الداتا، لما اجي استعمل الداتا كل واحد عمل تشيك اوت بقدر اقول كمان هو عمل برو. مزبوط؟ لانه هاي سب تايب منها، يعني هان البرو هانا التشيكس اوت. كل واحد عمل تشيك اوت هو معناته برو، فباجي انا بقول اعطوني كل على كل الداتا البرو البروز، يعني الاستعارات. فانت بتعطيني مش بس الداتا اللي مكتوب انها برو، كمان بتعطيني الداتا اللي مكتوب انها
تشيكال تندم. وعلى فكره زي ما زي سب زي اي سب بروبرتي، لو في عندي سب كلاس كان، لو في عندي كلنا مثلا مان ومان سب تايب من بيرسون، مزبوط؟ هلا لواحد اكلكم اعطيني كل واحد كل بيرسون كل الاشخاص، فانتم بتعطوني مش بس الشر الشيء اللي 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 كلاسيفايد از بيرسون، وكمان كلاسيفايد از مان، وكمان كلاسيفايد از وومن، مزبوط؟ وهون لما اكلكم اعطيني علاقه، اعطيني على كل البروز اللي صارت بتعطيني كمان ايش؟ تشيكس اوت، تشيك ده اوت. ها بس العكس لا، طبعا العكس لا تضمنش، يعني مش كلها. وضحت؟ وضحت شو معناها؟ طيب اجت حنين تقول لي هي بيطلع متاثره بالداتا بيسز او الاو ار ام، تقول ممنوع واحد يبقى مسجل انه عامل تشيك اوت الا تيكون عامل برو، مزبوط؟ شيء قصدك؟ اه هلا شو الفرق بين هاي النظره للاشياء وهي النظره للاشياء؟ نظره اول ونظره الواجب. هلا نظره اول هي للريزن للاستنتاج، نظره الاو ار ام اتس ان انتجريتي كونسترينت، هي عشان تو فورس يو عشان تجبرك انك ما تسجلي علاقه تشيكينج اوت الا تبكي مسجل علاقه البرو. لا لا هون بس الاستنتاج، هون بس الاستنتاج، يعني زي سب تايب برضه بالواري، لما في عندنا مان وما في الداتا بيز يعني بنقول انت ممنوع تسجل واحد انه ستودنت الا تبقى مسجل انه بيرسون، يمكن مسجل انه بيرسون في اذا في علاقه طبعا سبتات بين ستودنت وبيرسون. فهناك نستعمل هذا الشيء تو انفورس ا كونسترينت على الداتا، بس هون لا، هون مش تو انفورس ا كونسترينت، هون جاست فور انفرنسينج فور ريزنينج بس تستنتج. هلا اخر شغله بقول انه تخيل لو هون عندي بيرسون بروز ابو وهان ايش برو، ها بيرسون ابو، تخيل لو هون في عندي يونيفرسيتي تشيكس اوت ا كورس، هل بقدر احط بينهم علاقه؟ طبعا لا، يعني الدومين تبع هاي العلاقه وتبع هاي العلاقه لازم يكون يقربن لبعض، والريت مزبوط لازم يكون مالهم من نفس النوع، لازم يكون من نفس النوع، يعني بقدرش هون اللي بيرو شخص وهون اللي بيرو شيء ثاني. ها نيجي لعلاقة نفس العلاقة تاعت السب تايب، بدنا نيجي لعلاقة كوفيلنت. كيف قبل شوي قلنا في علاقة اسمها كوفيلنت كلاس، وبرضه في عندنا علاقة كوفيلنت ريليشنز، يعني انت سميت هاي العلاقة هاس تشايلد، واحد سماها تشايلد، يعني مرات بلزمك لانه في اختلاف التسميات تم، كيف تقول انه هاي العلاقة هي نفسها العلاقة؟ نستعمل أكثر من اسم للعلاقة بتسويها في كل كلاس. وكنا هذا الكلام بيلزم لما في عندنا أكثر من أونتولوجي وبدنا نعملها الانتجريشن، فهاي القضايا بتلزم عشان نقول أوكي انه هاي إيكوفيلنت لهاي، يعني عشان نعمل مابينج من هاي الدومين أو من هاي الأونتولوجي لهاي الأونتولوجي. وعلى فكرة حتى هذول برضه بيلزم لما برضه نعمل علاقات بين، يعني مثلا حدا عامل بالأونتولوجي تبعته بروز، واحد ثاني عامل تشيكس اوت، برضه ممكن تربط بينهم، مش كوبيلك، ممكن تربط بينهم في علاقه تقول اوكي هاي سب تايب من سب بروبريتي من هذيك. زي مثلا انت بدك توحد الداتا بيس تبعت طلاب مع الداتا بيس تبعت موظفين، ممكن تعمل انت هيك بيرسون وتقول اوكي هاي اللي هون سب تايب من هاي وهذيك كمان سب تايب من هاي، فانت ممكن يعني قصدي للداتا انتجريشن. طيب فهي علاقة ال فبنقول equivalent property.
بالضبط زي ما هيك كيف قلنا عرفنا اوبجكت بروبرتي اباوت بروز وحطينا سوري هون وحطينا سب بروبرتي وهون كمان نفس الشيء ممكن يكون في بروبرتي نحط الاسم الثاني. هلا بنفس الطريقة ممكن أقول إنه في علاقتين ممنوع يكونن جوينت يعني فيش بين يعني ممنوع شغلتين يرتبطن في بعض هذا هاي العلاقة في الـ RDF هاي بنسميها البوبوليشن الانستنسز تبعت العلاقة هاي ممنوع تكون instances في العلاقة الثانية. فمثلا if something has father لازم يكون هاي العلاقة يعني هذا الشخص وهذا الشخص بينهم has father ها ممنوع يكون has mother ها ممنوع برضو بعرفها probability is joint with okay ضحك عمر تخيل انت في محمود هاز فاذر حمدان هلا انت خوف ما يجي واحد يقول محمود هاز ماذر حمدان خوف ما يجي واحد يقول هيك فانت شو بدك تقول كل اشي هاز فاذر مع اشي ثاني ممنوع يكون هذا الاشي نفسه هاز ماذر هاي معناها انه هذولا هو كيف تقولها معناته الهاز ماذر والهاز فاذر تسجد نيجي للانفس حكينا بجوز قبل ما نبدا نسجل عن شوي عن الانفس شو يعني الانفس هلا بقول هاز بير شو عكسها هاز جاد طيب محمود هاز بيرن حمدان كيف ممكن تقراها حمدان هاز جاد محمود صح ايكو نو مش ايكو نو مش ايكو عكس بعض عفوا مش نفي مش عكس بعض بالنفي عكس بعض بالقراءة يعني الريليشن يعني هاي نود وهاي نود مش هاي لها علاقة سهم له اتجاه هلا إذا نفس السهم بدك تحكي عنه بالاتجاه الثاني على فكرة هي علاقة ثانية صح علاقة ثانية بس أنت بدك تكون أوكي هاي العلاقة وهاي العلاقة بقربنا بعض شو القرار هاي إنهم انفرس تبع فمنقول لما تعرف object property أبا هاز بيرا بتقول أوكي شو الانفرس تبعها هاز جاد أنا بعطيني كمان علاقة بعطيني عكسها طب أنا بعطيكم علاقة بعطيني عكسها works for employees works for مصطفى works for بيرزيت يونيفرسيتي بيرزيت يونيفرسيتي employees مصطفى طبعا ممكن يكون اسماء ثانيه ممكن يكون works for او affiliated with حط زي ما بدك طيب consist of نعطي مثال عشان تفهم university consist of faculties faculty belongs to طبعا مسميات هون انت حر هي مش بلونجز از بارت اوف قد يكون بارت اوف على فكره او لا نو نو بجوز انتم هذا اصح مني نو بارت اوف شو عكسها؟ نو بنقول بارت اوف بنقول الباب جزء من سوري بارت اوف روم اروم اروم has part أو كنت has part الباب مش بس هلا بدك تقولي part of أو is part of أو the only حر أنت بس والعكس برضه أنت حرة فيه أنتم مع الزمان تصيروا تعرفوا يعني أوكي هاي مور بريزاز هذا اللفت تبعها أحسن
هلا بس كمان مره ننتبه، ما بتقدرش انت للانفرس الدومين والرينج. على فكره هون ليش لما نقول هاي، هلا اذا بيرسون وركس فور كومباني، شو الدومين للوركس فور؟ بيرسون. وشو الرينج للوركس فور؟ كومباني. لما تيجي تقول اوكي تعرف وركس فور تحط الانفرس تبعها امبلويز، هلا انا بسالك شو الدومين تبع امبلويز؟ هو رينج الوركس فور. ممنوع يكون رينج ثاني، يعني ممنوع انت تعرف العلاقه بشيء بعدين تروح تستعملها انها انفرس لشيء ثاني. يعني بدك تكون انت دقيق كمان مره، بدك تكون ممنوع تروح تعرف هاد تشايلد فوق وتعرف الدومين تبعها انا بعرف شو شكلي والرينج تبعها شكل ثاني، وبعدين تعرف الهاز بيرنت انه الدومين تبعها بيرسون والرينج اورجنايزيشن، وبعدين تقول عنهم انفرس تبعها. ضرب غلط مزبوط، لانه انت هون خربشت، يعني هون الانطولوجي تبعك بجوز ما تجيبش سنتكس ايرور، بجوز تقبلها الار دي اف فاليديتا بس بالمعنى غلط. فهمتوا علي؟ بس دكتور لما يكون الرينج داتا تايب يكون في علاقه انفرس؟ سؤال جميل جدا. هل في انفرس، هل في انفرس لا ال ال عفوا احنا عن ايش نحكي؟ عن اوبجكت بروبرتيز. هل الداتا بروبرتيز لهم انفرس؟ لا مستحيل، لان الدومين مستحيل يكون تو بي اونست اي هاف تو تشيك. بس دكتور زي ما حكيت مستحيل الدومين يكون شو اسمه داتا تايب، لازم يكون كلاس. دائما الدومين كلاس. اوكي تسعين بالمئة لا، يعني to be very precise، يعني نوع بيتر بيتشيك. أنا متذكر إني لما حضرت السلايدز عملت وين أنت بصح وين أنت بصحش، بس أنا مش متأكد 100%. طيب هلا دومي خدمة صح؟ والرينج خدنا نشرح كنا شو الدومين، هو الكلاس تبع الانستنس اللي الانستنسز اللي مربوطه معها، والرينج هو الكلاس تبع الانستنسز اللي مربوط منها الثاني. مزبوط هون بس سهل جدا، يعني وخلص تعرفوا انتم صح 100%. بس في نقطه صغيره بدي اقولها حتى لتبعين اللي اخذوا ما بيعرفوهاش. تخيل علاقة بدون دومين ورينج بصير؟ ها محمد شو رأيك؟ هل بصير؟ هل إجباري أحط دومين ورينج للعلاقة؟ هيك السؤال. ممكن يكون نفس الأوبجيكت هو الدومين والرينج في نفس الوقت. أوكي مش مشكلة، بيرسون هاز بيرنت بيرسون، مش هان المشكلة. بس هل بقدر ما أحطش دومين ورينج؟ نحن ديما اعتقد الرينج اتوقع اذا ما عينتش انت دومين رينج احتمال ياخذوا باي ديفولت الثيم كلاس، ما بعرفش. هلا اكيد كل شيء ثيم، انا اكيد كل شيء ثيم. لا انه اذا انت ما حكيت، اذا انت ما كتبت هاف رح يقبلها باي ديفولت ياخذ هاف ثيم. انا بقول انه رينج انه رينج ما بعتقد، لانه شو العلاقه اللي فيش لا دومين ولا رينج، بطل اسمها علاقه مش مضبوط. الأول هلا تخيل بالاو ار ام وبالاي ار وباليو ام ال، ما بزبطش مزبوط بالأول نو اتس اوبشنال انك تحط دومين ورينج. كلكم ليش؟ انا ماني فاهم عليكم، انتوا جايين من عقليه داتا بيز انه كل هاي الاشياء تعتبروها كونستريتس، هاي لازم يجبر تجبر الداتا على انها تنحط بهذا القوالب وتحترم هاي الرولز. صحيح. هلا بعالم الاول لا، بعالم الاول
هاي مش إجباري، هاي it is for inference. يعني لما تقول لي ما عايز تقول هيك، لما تقولي لما تقولي خلينا نقول اوكي بيرسون وركس فور كومباني في الاول، يعني تقول عندي وركس فور، تعرف الدومين تبعها بيرسون والرينج تبعها كومباني، بعدين تيجي تقولي مصطفى وركس فور بير زيت اندرس. هلا افرض انه اوكي لو فيش دومين رينج فيش مشكله، برضه بيطلع مصطفى وركس فور بيرزت يونيفرسيتي اتس ان انستانس ريليتد مع انستانس ثاني بعلاقه اسمها وركس. ولكن اذا انا حطيت الدومين حطيت الرينج، هلا انت بتستنتجي انه اللي بيشتغل مصطفى هو بيرسون، وانه الامبلو يعني الطرف الثاني الرينج انه هو يونيفرسيتي، هي فقط للاستنتاج مش لاجبار ان هالداتا تبقى هالكلاس. يعني مش لازم تروح تعرف فيه اول شيء انه مصطفى هو شخص وانه بيرسون يونيفرسيتي انها اورجنايزيشن. هو أضيف هذا. آه يعني كمان مرة. بدي أرد عليها. لما بعرف العلاقة بقول في الداتابيس، الداتابيس بقول بيرسون works for university. وباجي بقول بعدين مصطفى works for بيرزيت university. لازم عشان ما احط هاي الكلمه اللي قلتها انه مصطفى وورسفورد بيرزيت يونيفرسيتي، لازم اروح اول شيء احط مصطفى تحت بيرسون واحط بيرزيت يونيفرسيتي تحت يونيفرسيتي، صح؟ هيك الداتابيس. يعني بمعنى اخر الدومين والرينج استعمالهم عشان نجبر الداتا انها يكون لها ستراكشر معين وشكل معين والى اخره. هل بالاول مش اجباري ان اصلا نحط دومين رينج، اصلا مش اجباري. اذا حطينا هلا بتقدر انت تستنتجي بعدين انه مصطفى اوكي هو شخص وانه بيرزت اوكي انها جامعه، هي فقط للاستنتاج مش للاجبار. يعني الفرق بين القوي والداتا بيسز انه هاي كل شيء فيها للاستنتاج، هذه كل شيء فيها للإجبار، نسميها للإنتجريتي تبع الداتا. وضحت؟ هاي دومين وهاي الرينج نفس الشيء. طيب نيجي للفانكشنال. طيب آخر ثنتين عندنا في هذا البار فانكشنال وإنفرس فانكشنال. أوكي باختصار كل شيء انا بعرف هذا الشيء هي يا نادر شيء هاي ليش هاي اسمها الاختصار يعني هاي هاي انها كي انها يونيك موست يعني انها يونيك اتليست اتموست اتموست هلا هلا هاي كانت علاقة اليونيكنس في الـ في الـ في الـ في الـ يعني علاقة كي، هاي علاقة كي في الداتابيس او اليونيكنس بنسميها بالاوال هلا اوكي هاي اللي بنسميها فانكشنال. لا لا اللي بيعرفوا شو ورقة من هذا ما فسر هلا بنقول فانكشنال اوبجكت بروبرتي نسمي انه مش عندي ار انا يعني في عندي اوبجكت بروبرتي لها دومين ولها رينج، بنقول هاي الاوبجكت بروبرتي هي فانكشن وين ده لما هاي على هذا لما الانستنس اللي هون له علاقه مع الانستنس اللي هون كذا مره اتموست مره واحده مثال نقول
مثلاً هاز فاذر. هلا الهاز فاذر على ذكر بما إنه الدومين والرينج أصلاً أوبشنال، هات نشوفها هي ليه؟ هم أصلاً أوبشنال ليه؟ الانستنس هل هاي لما نقول هاي هاي الار البريديكت او سوري البروبرتي انها فانكشنال، معناته انه الانستنس اللي مربوط هون قديش واحد مربوط هون؟ ماكسيمم واحد. يعني بزود اقول مصطفى وركس فور فانكشنال، ليه؟ لاني ممكن اشتغل اكثر من مكان. طيب مثلا هاز فاذر انها فانكشنال، ليش؟ لانه انه فاذر واحد، لانه هذا الانستانس مربوط ب انستانس، مش ممنوع يرتبط في اكثر من انستانس واحد، ممكن ما يرتبطش طبعا، بس لازم يكون مربوط ب انستانس واحد ات موست. وضحت؟ بدنا نحكي عنها هلا. على فكرة أول شيء قبل تعريفها سميهاش بروبرتي، أوبجكت بروبرتي، خلاص سميها فانكشنال بروبرتي. أوكي؟ سميها فانكشنال بروبرتي. يعني أنت لما تقول لما تشوف فانكشنال بروبرتي إتس جست أب جست أوبجكت بروبرتي. نو نو نو، مش في عندك بتبدي التعريف بروبرتي أوبجكت بروبرتي وتعرف فيه؟ سميه اوبجكت بروبرتي. ايه فانكشنال بروبرتي. هلا عشان نحكي عنها اكثر شوي صغيره، بلزم نتذكر شوي صغيره اللي انا ما اخذتش ديسكريت ماثماتكس. واحد بس، اثنين، ثلاثه، اربعه. اوكي، كل الفرق بين الريليشن والفانكشن. طيب تعرفوا برمجة؟ تعرفوا برمجة صح؟ هلا تقدر تسوي لي فانكشن بالبرمجة؟ تقدر تسوي فانكشن؟ أنا بعطيني مثال فانكشن. سم. شو السم؟ إنه بعض في مدخلات والأوتبوت واحد. طيب براذر تقدر تسوي فانكشن في الكمبيوتر؟ تقدر تسوي فانكشن لبراذر؟ أو friend of؟ مش 1 to 1. 1 to 1 ليش هي function 1 to 1؟ function no؟ 1 out one input many. إذن مش 1 to 1، إذن 1 to many ولا many to 1 is the same، بس عكس بعض. هلا يعني لما تبقى العلاقة بين واحد واكثر من واحد، واحد واكثر من واحد، بنسمي العلاقه فانكشن. بس لما تبقى العلاقه بين اكثر من واحد مع اكثر من واحد، نسمي العلاقه ريليشن. بس هذا الكلام معناته كل فانكشن هو ريليشن صح؟ هلا بروبرتي يعني ريليشن، بروبرتي يعني ريليشن صح؟ فلما نسمي فانكشنال بروبرتي يعني قصدنا نقول انه هاي العلاقه هي فانكشن. يعني تقولي مثلا مصطفى هاز فاذر، عندي فاذر واحد مظبوط، بس العكس لا طبعا، هاز تشايلد العكس، هاز تشايلد، هاز تشايلد مش فانكشن مظبوط، هاز تشايلد فانكشنال لا مش فانكشن، ممكن يكون اكثر من واحد. فبدك تنتبهوا لهي النقطه، فهمتوا كيف ماثماتيكلي انه ليش سميناها فانكشنال؟ لانها هي نعطي انبوت واحد طوال، يعني لما تقول لي مصطفى وتقول له عشان نعطيك ابوي اكيد النتيجه ايش؟ واحد اكيد، يعني تعطيها من هون برجع واحد، بس من هون العكس. طيب هلا اخر واحده الانفرس فانكشن، كمان مرة ما دامها انفرس فانكشن نتذكر شو الانفرس وشو الفانكشن.
كلنا الفانكشنال شرحناه صح؟ انه حط على هاي العلاقة اكسيوم معين انه انها فانكشن. والانفيرس هو عشان كلنا انه عكس العلاقة هيك. هاي الانفيرس فانكشنال لما انا اقول انه الفادر او الفادر او يعني الابو من هاي الناحية والابن من هاي الناحية صح؟ مزبوط؟ معي؟ لانه هو لو انك بدك تعرفها بتقول الابن من هون والابو من هون صح؟ مزبوط؟ الابن من هون والابو من هون مزبوط صح ولا لا؟ طيب افرض انك بدك تعكس تقول فادر او الفادر اوف افرض انك حطيت الفادر اوف هون يعني شو صار هون؟ الابو هون والابن هون. هلا انا بدي اجي اقول مش الفادر اوف هي الفانكشن الهاز فادر عكسه هو الفانكشن فبقول انفرس فانكشن يعني لما بعمل انفرس فانكشن يعني لما بتقول اوكي يعني كمان مره هون بيرسون وهون بيرسون وهاي فادر اوف هلا انا بديش اسم لها العلاقة مش حاط انا بديش احط لها اسم ما بدي احط لها اسم انا في عندي علاقة فادر اوف بس بدي اقول انها فانكشن من الناحية الثانية فبقول الانفرس تبعها فانكشن يعني بالاو ار ام لما بنقول هاي الانفرس فانكشن قصدنا انه على الناحية الثانية حط الفانكشن وصلت؟ ما وصلت هاي اوكي هاي شورت كت اوكي كمان مرة بيرسون بورن ات سيتي ناشفل اوكي بيرسون بورن ات او سوري بورن ان نقول مثلا سيتي ليه فانكشنال بورن ات ان فانكشنال لانه مستحيل اقول لي وين ولدت بقول لك في مستشفى كذا 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 صح ولا لا معروف نتيجه واحده فالبورن ان معناها فانكشن طيب افرض انه انا عندي ما عنديش البورن ان عندي انسوا هاي عندي سيتي از ا بيرث بليس فور مين بيرسون ليه؟ سيتي هون بدل ايه سيتي هون ادرس او بيرسون هون قلنا ايش؟ سيتي وهون بيرسون والعلاقه شو؟ مش فانكشن لا كمل ما نفهمش العلاقه شو اسمها؟ بيرث بليس اوف بيرث بليس اوف هل البيرث بليس اوف فانكشنال؟ لا جميل هلا انا اللي بدي اقوله بتقدر تقول لي بتقدر تحط لي الفانكشنال على عكس العلاقه اللي سميتها بيرت بليس او تقول لي واقف بسيطه تعطيها اسم تعطيها اسم قول بورن ان وحط عليها فانكشنال مزبوط هلا بدل ما تغلب حالك وتحط لها اسم وتعطيه وتسمي هاي وتقول هذا هاي العلاقه فانكشنال تقدر تقول مباشره ها عكس اللي عكس هاي العلاقه هو فانكشن واضحه اللي عكس هاي هو اللي فانكشن دكتور هنا يعني انا وصلت اكيد يعني احنا حكينا الفانكشنال وبعدين جينا حكينا الانفرس للفانكشنال احنا حكينا الانفرس تبع هاي هيك بالضبط القرار هيك بنسميها انفرس فانكشنال بس كلمه قراءه احسن استقراءها تكون الانفرس تبع هاي العلاقه هو اللي فانكشنال يعني لما تقول فادر اوف وتسميها انفرس فانكشنال بروبرتي يعني معناته اللي الانفرس تبع فادر اوف هو الفانكشنال
يعني الهاز هذا هي فانكشن. بس انا بديش احط كلمه هاز. يعني لما نحكي يعني الفانكشنال انفرس تبع الفانكشنال هيك ولا مش شرط؟ لا 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 مش شرط. اه اوكي. هل احنا ضربنا قوة اوكي ويت سكند هلا نجيها. بس انا اتاكد انه احنا كمان بنوصل بعدين نجي. في اي سؤال؟ غير سؤال لؤي؟ واضحة؟ متأكدين بعيد؟ مفيش مشكلة. اه جمال؟ امين. طيب لؤي بيسأل بقول طب هو إذا هاي فانكشنال نرجع لها، إذا هاي فانكشنال ليش هو مش الانفرس تبعها فانكشنال؟ لا مش طب اللي مش فانكشنال الانفرس تبعها فانكشنال؟ لا مش لما اقول هاي الانفرس تبعها فانكشنال لا يعني انها هي فانكشنال. لا يعني هي فانكشنال زي البيرث بليس والبيرث. اه لا يعني انها هاي انا ما قلت عن هاي انها فانكشنال. انا قلت الانفرس تبعها فانكشنال. يعني انت كانه ريليت فانكشنال يعني دومينها طب يونيك صح. لما بحكي انفرس معناته رينج يعني رينج بدي استنى هاي تعبير زين. يعني لما بقول الانفرس تبع فانكشنال يعني الرينج تبعها الفانكشن جاي من جهه الرينج تبعها. اوكي اي سؤال؟ هاي بس السلايد اللي قبل بقول لك انه الانفرس بصيرش للداتا تايب. اه هلا بقدر احط سوري السؤال اللي كان قبل انا هاي جاوبتك عليه هسه هذا كان ال 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 الانفرس ما بنحطش للداتا تايب ايه للداتا بروبرتي. اوكي طيب هاي في اكزامبل كم شو الاكزامبل بيقول في عندنا بيرسون هاز جندر وبيرسون درايفز فيكل. على فكرة فيكل driven by person person owns a vehicle. اوكي مش حط owned by حط ليش اذا شو كيف نجي نعرفها؟ يعني هذا بس مثال يعني قصدي بلخص انا بعطيك كل شيء هسه مثلا فبعرف كلاس بيرسون كلاس بيرسون وعرفت كلاس اسمه فيكل وعرفت كلاس اسمه جندر ليه؟ عرفت اوبجكت بروباليتي اسمها درايفز وكل الدومين تبعها بيرسون والرينج دي درايفز الدومين تبعها بيرسون والرينج ليه؟ بعدين عرفت بروباليتي ثانية سميتها ايش؟ دريفن باي. فيش داعي احط الدومين والرينج تبعتها خلص. فشو قلت هاي دريفن باي؟ عرفتها انا ما عرفتها يعني عرفتها بشو؟ انا عرفتها بانها انفرس لعلاقه درايفز فصار الدومين والرينج معروف. هلا بتقدر تستنتج اوبجكت بروباليتي ثاني اسمها اونز الدومين تبعها بيرسون والرينج تبعها بيك ليه؟ ما حطيت ما 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 حطيت لها لحد الان انها ايش؟ سوري ما بلزم ما بدي احط لها انفرس. هلا بتعرفها شي هاي اللي بعرف اوري اللي بعرف هاي انها هاي سب بروبرتي يعني كل واحد بسوق سيارة هو كمان صاحب هاي السب. هلا بجوز بالواقع مش هيك مش مشكلة بس يعني هيك انا بدي. كيف عملتها؟ ان اوبجكت بروباليتي الاونز هي السب بروباليتي تبعتها درايفز سب بروباليتي يعني كل واحد بسوق سياره لازم تكون ملكه. لا غير ترى هاي كيلي من ثمك لازم هاي هاي ايام الوارد كل واحد بسوق سياره تقدر تقولي كل واحد بملك سيارة سوري كل واحد بملك سيارة تقدر تستنتجي هون انه كمان بسوق
تقدر تستنتج مش بس لازم بعدين الداتابيز ها الداتابيز لازم في عالم الداتابيز اتس ان انتجريتي كونستريكت هان اتس ان انفرنس رول هلا الهاز تعرف هاز بيرسون هاز كيف تعرف هاز بقول الكي اوبجكت بروبريتي اسمها هاز الدومين تبعها بيرسون والرينج جندر بس هاي فانكشن شو يعني يعني فيش شخص له تو جندرز مزبوط هاي فانكشنال بروبابيليتي